الطبابة مع نهى سعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين، مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم يوميا من الأحد الخميس بإذن الله، معايا أنا نهى سعدي. من الساعة 1 للساعة 2 بعد الظهر بنكون مع بعض في ساعة خفيفة لطيفة بنتعرف فيها على الكثير، وبيكون عندنا ما يكفي من حصيلة الوقاية والعلاج والمعرفة اللي إن شاء الله تكون سبب بعد الله في حمايتنا من الكثير والكثير. وزي ما انتم عارفين كل يوم بيكون معنا ضيف، ضيفنا بيكون من النخبة، والنخبة فقط من الأطباء في مجالهم. قبل ما أعرفكم على ضيفنا اليوم خليني أقول لكم كيف تقدروا تتواصلوا معنا. إذا اتصال على 012-616-1100، إذا رسالة على 055-66-89-20، معك آيفون، معك آيباد، معك أي جهاز نظامه iOS، ادخل على متجر أبل أو أبل ستور، حمل تطبيق ألف ألف أف أم. معك جهاز نظام أندرويد ادخل على جوجل بلاي، حمل نفس التطبيق. فيسبوك، تويتر، إنستغرام، قناة اليوتيوب كلها على نفس الحساب ألف ألف أف أم. سناب شات على ألف ألف أف أم لايف. خليني أذكركم اللي ما سمع الحلقة حاب يسمعها مرة ثانية تكون مرجع ومصدر لي، أو يرسل الرابط لأي أحد يستفيد منها. في حلقة اليوم زي ما قلت لكم جدا 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 مهمة، حتكون الحلقة موجودة خلال 24 ساعة بإذن الله على قناة ألف ألف أف أم على منصة اليوتيوب. ونرحب بضيفنا اليوم، ضيف رائع جدا، يعني حتى كان مصر، وهذا شيء جدا جميل إنه يكون تواصله مع المستمع باللغة الخفيفة السهلة السلسة اللي توصل القلب وتكون المعلومة فيها مفهومة، من مستشفيات دلة. على فكرة مستشفيات دلة بتنتشر، مستشفيات دلة الصحية الستة في مناطق متعددة في المملكة، بما في ذلك مستشفى دلة النخيل ودلة نمار الرائدان في الرياض. وبتوفر مستشفيات دلة الصحية أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية. بتقدم دلة الصحية خدماتها عبر مجموعة واسعة من التخصصات والتخصصات الدقيقة، بما في ذلك أمراض القلب، جراحة العظام، طب الأطفال، اختصاص الأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، وغيرها الكثير من الأقسام. مستشفيات دلة ملتقى الخبرات. اليوم معانا الدكتور تركي التركي، استشاري طب وجراحة العيون، وحيكلمنا عن موضوع جدا مهم. مشاكل العيون بصفة عامة كثير بتختلف من شخص لشخص. في شخص يقول جفاف، ايش يعني جفاف عين؟ بس يحط مرطب ما فيها حاجة يغمض عينه، وهو بيكون مشكلة وكارثة كبيرة لشخص غيره. يعني كل فعل وكل حاجة بتسويها العين بتكون جدا مفيدة للشخص، وفقدانه لوحدة من هذه المواصفات بيعذبه مرة كثير ما تتخيلوا قديش. طيب خلينا نبدأ بتحية لدكتور تركي. كيف حالك دكتور؟ أهلا وسهلا أختي نهى، حياك الله، وشكرا لك على استضافتك وتشريفك لي بالتواجد في برنامجك المميز. الله يسعدك يا رب، حقيقي إنسان راقي، ويعني كانت يعني حتى اتفاقنا تحت الهواء على المحاور وغيرها أنا استفدت منه، لأنه إحنا متوجهين اللي خلينا نقول بصفة عامة، وبعد كده بإذن الله حنخصص كمان حلقات معينة الأمراض ومشاكل معينة. لكن خلينا نقول كما شاء الله استشاري جراحة عيون، أكيد أنه عندك مواضيع معينة أو مشاكل معينة نقدر نعتبر هي الأشهر، مهما كانت أسبابها بسيطة أو وراثية أو كانت بالعمق اللي يكفي لأنه الشخص ممكن يكون أصيب في عينه لا سمح الله. خلينا نتكلم عن هذه المشكلة، هذه المشاكل في البداية. لو قلت لك مشكلة، أكثر مشكلة جات بالنسبة للعيون إيش كانت دكتور تركي؟ أول شيء الحديث عن العيون وعن أمراض العيون حديث ذو شجون، والحقيقة أن العين على صغر حجمها إلا أنها أحد أجمل وأهم أعضاء جسم الإنسان. الكثير من المرضى يستطيع أن يتحمل آلام في أطراف جسده كلها، لكن لا يتحمل أن يصاب بصره بأي مشكلة. لذلك يهرع الكثير إلى أطباء العيون فور حدوث بعض المشاكل البسيطة في عيونهم. الحقيقة أننا في المملكة العربية السعودية في جو متقلب وصحراوي وشديد البرودة في الشتاء، شديد الحرارة في الصيف، أحياناً يمر علينا 4 فصول في اليوم الواحد. فالعين كأحد أجزاء الجسم تتأثر بهذا التغير. الحقيقة أن أكثر الأمراض وأكثر الشكاوى التي تأتي في العيادة لمشاكل العيون تتعلق بثلاث أمور رئيسية. الأولى هي لها علاقة بالتهابات العين وجفاف سطح العين، وهو أمر شائع جدا عند جميع الأعمار، لا يتعلق فقط بكبار السن، حتى في صغار السن أيضا.
الأمر الآخر أيضا يوجد لدينا في المملكة نسبة كبيرة من 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 صغار السن. تعرفين نحن دولة ناشئة وصغيرة، وجميع يعني الناس اللي موجودين فيها أو كثير منهم يعني قرابة 60 أو 70% تحت سن 30 سنة، فهو شعب ناشئ وحديث السن. كثير من الأمراض التي تصيبهم لها علاقة بقصر النظر، طول النظر، أو ما نسميه نحن بالعيوب الانكسارية التي تستدعي يعني تصحيح إما بالنظارات أو بالعدسات أو بالإجراءات الجراحية مثل الليزر وخلافه. الأمر الثالث هي أمراض العيون المتعلقة بالأمراض الوراثية أو المتعلقة بالتقدم في السن، وهي شائعة في جميع أنحاء العالم مثل الماء الأزرق أو الإصابة بالماء الأبيض أو الإصابة بالأمراض الوراثية الخاصة بالشبكية. هذه الثلاث مشاكل هي المشاكل التي دائما ما تأتينا في العيادة بمختلف تخصصات الأطباء. يعني بس خلينا نقول إنه هي يعني مشاكل أنا شايفها كثير مرتبطة بسن وبعامل جيني، يعني شيء خلينا نقدر نقول لابد منه. صحيح، كثير من أمراض العيون لها علاقة بالتقدم في السن، يعني هاي أمر لا بد من أنا وأنت وجميع من يستمع إذا مد الله في عمره سيصاب بأحد هذه الأمراض، لك ولله الحمد علاجها موجود وفعال، ويستطيع الشخص استعادة إبصاره كما كان سابق. والله دكتور أقول لك كلامك مرة صح لدرجة أنا على فكرة أنا من الناس اللي بلبس نظارة من عمري 7 سنين. نعم، هذا الأمر أختي نهى، هذا أمر مهم جدا الحقيقة. يعني نحن كمجتمع سعودي وأنا منهم نفتقر إلى ثقافة العلاج الوقائي. نحن لا نذهب إلى الطبيب إلا عندما نعاني من مشكلة، لكن لا توجد لدينا ثقافة العلاج الوقائي. التوصيات العالمية مثلا في لأمراض العيون حتى يتمتع الشخص بإبصار حاد ما مد الله في عمره هي بإجراء الفحص الروتيني قبل الإصابة بالمشاكل. طيب خلينا بس نوقف عند الفحص الروتيني، حنرجع بعد الفاصل عشان الفحص الروتيني في ناس كثير عندهم مفاهيم وخطأ، يفكر بعد سن معين وفي اللي يفكر بطريقة معينة، فحنعرف هذه المعلومات كلها مع دكتور تركي الله يسعده بعد الفاصل. خليكم على السماء. مكملين معكم وضيفنا دكتور تركي استشاري جراحة وطب العيون، وبنتكلم اليوم عن موضوع جدا مهم، عن أبرز مشاكل العيون وحلولها. كنا بنتكلم عن الفحص الدوري اللي كثير عند الناس مفهومه خطأ، يعني يقول ليه أنا أروح للطبيب وأنا شايف كل شيء وكل حاجة تمام؟ هل حيفيدني دكتور هذا الموضوع في حال إنه ما في أي مشكلة، وإيش المشاكل اللي ممكن تبان وهي أصلا ما كانت واضحة بالنسبة للشخص؟ طبعا هذا أمر مهم جدا، يعني أنا لا أستطيع يعني لن تكفي هذه الحلقة الكلمات التي توفي أهمية هذا الأمر. يوجد 4 محطات رئيسية في عمر الإنسان يجب عليه إجراء فحص دوري فيها لطب العيون لأمراض العيون. المحطة الأولى هي قبل بلوغ الطفل سن 3 سنوات. السبب أن الأطفال في مثل هذه السن لا يتحدثون بشكل جيد، لا يتكلمون، لا يمكن أن يشكون من مشاكل الإبصار. حتى لو فقد الطفل الإبصار في إحدى العينين فهو لا يشتكي لأنه يبصر بالعين الأخرى. الفحص في مثل هذا السن يمنع بإذن الله حدوث تفاقم في مشاكل الإبصار في سن أكبر، وتدارك مشاكل الإبصار في مثل هذا السن يحافظ على الإبصار لدى الطفل في سن البلوغ وفي سن عندما يصبح كبير في السن. المرحلة الثانية هي قبل الدخول إلى المدرسة، أي على سن 6. المرحلة الثالثة هي في نهاية المرحلة الابتدائية، والمرحلة الرابعة هي فحص العينين كل عام عند بلوغ سن 40. طبعا هنا نتحدث عن الفحص الدوري، لا نتحدث عن الناس المصابين بأمراض مزمنة. الناس المصابون بأمراض السكري يحتاجون إلى فحص مباشرة بعد الإصابة بمرض السكري، وسنويا حتى تظهر عليهم الأعراض، وبعد ذلك يحدد الطبيب الفترات المناسبة للمراجعة. لكن هذه ال4 فترات سن 3 سنوات قبل الدخول إلى المدرسة، في نهاية المرحلة الابتدائية، وعند بلوغ سن 40 لمن لا يعاني من مشاكل صحية، هذه هي ال4 محطات للفحص الوقائي لأمراض العيون. طيب
هل في فئة عمرية تفضل أنه مثلا تكون الفحص الدوري عندهم متقارب أكثر مثلا من الفحص الدوري عند الإنسان العادي، أم أنه بتتنفذ يعني هذه عملية الفحص الدوري على الجميع بنفس الطريقة مثلا كل 6 شهور أو كل سنة؟ طبعا هذا السؤال مرة مهم، لأني زي ما ذكرت قبل شوي الناس اللي ما يعانون من أمراض مزمنة لا يحتاجون إلى فحص متقارب، يعني بعد سن 40 لو فحص إلى كل سنة إلى سنتين فهذا أمر كويس جيد. لكن من هو مصاب بمرض السكري، أمراض الكبد، ارتفاع في ضغط الدم، ارتفاع في مستوى الدهون، أصيب لا سمح الله بجلطات سابقة أو على أدوية مزمنة خاصة أدوية الصرع أو مسيلات الدم، هؤلاء يحتاجون إلى فحص بشكل متقارب. أحيانا يا أخت نهى نطلب من المريض أن يزورنا في العيادة كل 3 أشهر. يعني مريض السكري اللي تظهر عليها أعراض السكري ويبدأ لديه نزيف الشبكية أحيانا يزور العيادة في السنة 4 إلى 5 مرات. الهدف من المحطات الأربع للفحص هي أن نمنع حدوث ذلك، يعني أن نصل إلى مرحلة أن المريض لا يحتاج إلى أن يزور الطبيب إلا مرة واحدة في السنة، والهدف من ذلك تخفيف العبء على المريض، على المستشفى، على القطاع الصحي، على الميزانية العامة، وكذلك على طبيعة الحياة الخاصة بالمواطن السعودي. وهذه إحدى الأسس الرئيسية التي ارتكزت عليها رؤية 2030 هي تحسين جودة الحياة، ومن تحسين جودة الحياة الاعتناء بصحة الشخص والمواطن. دكتور تركي، الكثير مننا ما يعرف، يعني مثلا يشعر بصداع يأخذ خلاص المسكن، صح ولا لا؟ صحيح. يتعب شوية يقوم يأخذ دواء الحساسية، وخصوصا آلام الجيوب الأنفية فيها شبه كبير من آلام ضعف النظر أو مشاكل صحيح. النظر والآلام الإرهاق تشبه الاثنين مرة كثير بالنسبة للصداع. متى يكون توجه للطبيب العيون هو التوجه الأول قبل أي شيء ثاني في الحالات اللي زي هذه؟ طبعا هذا السؤال الإجابة عليه صعبة جدا، لأنه العين موجودة في تجويف داخل الجمجمة يجاورها عدة أعضاء. العين يختنها جنبها 3 أو 4 من الجيوب الأنفية، وجنبها الأنف، وتحتها الفك والأسنان، وخلفها يوجد الدماغ والسائل الشوكي، ومن جهة أخرى يوجد عندها الأذن الوسطى والأذن الداخلية. أي إصابة في أي من هذه المناطق يحس المريض بمشاكل في العين، فلذلك كثير منهم يأتي مباشرة لطبيب العيون عندما أتأكد أنه المريض والله ما عنده شيء، أبدأ حوله للتخصص الملائم. لكن متى يجب عليه أن يجي الطبيب العيون مباشرة؟ متى بدأ المريض يحس بضعف الإبصار، وهذه علامة حساسة جدا. يعني أحيانا يحس الواحد بصداع في الرأس أو إرهاق أو ألم خلف العين، أحيانا قد تكون هذه الأعراض أعراض مثلا شقيقة أو أعراض التهاب في الجيوب الأنفية، لكن خاصة إذا كانت تجي مع نزلات الرشح، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، مع الإرهاق، مع القراءة المطولة. لكن ضعف الإبصار لا يأتي إلا مع مشاكل العين فقط. وأنا ما أتكلم عن ضعف الإبصار الشديد، أنا أتكلم عن ضعف الإبصار حتى البسيط منه. يعني الشخص يعرف أنه كان مثلا يشوف من مسافة بعيدة يستطيع يقرأ اللوحات، لكن لاحظ أنه في الفترة الأخيرة أنه ما قدر. هنا لابد أن يجي طبيب عيون، لابد، لا يهمل عينه. التدخل المبكر في أمراض العيون يعني يقي بشكل كبير جدا من مضاعفات الأمراض المزمنة. خلينا نتكلم على الأشياء اليومية يا جماعة، نبدأ بالأشياء اليومية. بتصرفات ممكن تكون خطأ وممكن تكون بس ما بنتصرفها بعناية يعني كاملة أو عناية كافية، زي مثلا إحنا في عصر كل حاجة، خلينا نقول إنه بين الأجهزة اللوحية والجوالات والتلفزيونات والحاجات هذه كلها في مننا بيتأثر، في مننا لا. هل فعلا لها تأثير مباشر على العين؟ وهل فعلا بتزيد المشاكل؟ وإيش اللي يحمينا من أنه نزيد هذه المشاكل؟ لما طب أنا ما عندي مشاكل في نظري، هل في نظارة معينة أستخدمها؟ أيوة طبعا هذا هو السؤال رقم 1 اللي يجي في العيادة، خاصة من الأباء عن أبنائهم. أثر الهاتف الجوال والأجهزة الذكية واللوحية على الأبصار. طبعا هذا الأمر بين أمرين، ما بين المبالغة في تضخيم المشاكل الناتجة عنه، وما بين اللامبالاة. والحقيقة بعض الناس يعتقد أنه
الصرع، كهربة الدماغ، الموت المفاجئ لا سمح الله، هذه كلها لها علاقة باستخدام الأجهزة الذكية، وهذا أمر خاطئ وليس لها علاقة بذلك. الأجهزة الذكية أثبت علميا أن لها علاقة بقصر النظر في الأطفال الذين سنهم أقل من 12 سنة ويستخدمون الأجهزة لأكثر من 4 إلى 6 ساعات في اليوم. نعم هناك ضرر على سطح العين، هناك زيادة في الجفاف. الأهم من ذلك حتى عليها كبار، يعني الكبير اللي اكتمل الإبصار عنده زي وزيك وزي غيرنا، احنا ما في أحد منا ينام في الليل ما يفتح جواله، يجلس 30 دقيقة نص ساعة أحيانا وينام على الجوال. صحيح. المشكلة هنا ليست في ضرره على العين، المشكلة هنا يختنها أنك لا يمكن أن تحصل على نوم جيد إذا كنت طالع الجوال قبل النوم. والسبب في هرمون الله سبحانه وتعالى خلقه يخرج في هذه الفترة اسمه هرمون الميلاتونين. هذا الهرمون هو المسؤول عن النوم العميق، عن النوم السعيد الهانئ. طبعا جميع أجزاء الجسم كلها ترتاح هذا الهرمون. شاشة الجوال والإضاءة من تمنع خروج هذا الهرمون. دكتور طبعا الغدة الصنوبرية هي المسؤولة عن إفراز هذا الهرمون، وهذا الهرمون يا جماعة الخير ترى لا يعني بطبيعة خلقتنا سبحان الله ما يفرز إلا في الليل في المساء بعد يعني الظلام بوقت معين، فإحنا هنا بنقول إن إحنا بنعاند. لكن خلينا بعد الفاصل نكمل برضو في موضوعنا اليوم، قلت لكم وعدتكم بضيف رائع جدا وكلامه سلس وسهل جدا، وفعلا هو ضيفنا تركي التركي دكتور تركي التركي استشاري طب وجراحة العيون، خير من يتكلم في الطرق الوقاية والحفاظ على نظر نسبة جدا رائعة لأطول عمر ممكن بإذن الله، وطول العمر لكم جميع. فاصل وخليكم على السمع. مكملين معاكم، وزي ما عرفنا الكثير عن الموضوع مو بس العين سبحان الله، حتى يعني حتى إفراز الغدد بصورة سليمة وبصورة صحية، وقت النوم للنوم، وقت الليل للراحة، الكثير فعلا متعلق أنه يعني يفتح جواله. يمكن هذا يجيب قصة كذا، ما أعرف دكتور صحيح لنا هذه مصداقية أصلا القصة، يعني يقال كثير أنه في ناس كثيرة تعرضوا لمشاكل كبيرة في عيونهم بمجرد فتح عينهم على إضاءة قوية وبقوة، هل هذا الشيء حقيقي؟ هذا فقط في حالة واحدة فقط، هناك نوع من أنواع الصرع اللي يثار فيه الدماغ عند التعرض لإضاءة عالية، وهذا ليس خاص بجهاز الجوال، هذا حتى بالإضاءات اللي موجودة في الشارع. لكن أن تلام الأجهزة الذكية بأنها تسبب الصرع أو زيادة كهربة الدماغ فهذا أمر غير مثبت علميا. يعني الشيء الوحيد، أنا لما راجعت قبل الحلقة راجعت المنشورات العلمية اللي يعني تحاول الربط ما بين الأجهزة الذكية واللوحية وإضاءة الجوال على مشاكل العين، وجدت فقط شيئين أثبتوا علميا. الشيء الأول ذكرناه اللي هو له علاقة بقصر النظر عند الأطفال تحت سن 12 عام، والآخر هو التأثير على إفراز الميلاتونين من الغدة الصنوبرية. غير ذلك من الحديث عن جفاف العين، عن مشاكل لا علاقة بالموية البيضاء، الموية الزرقاء، تلف القرنية، هذه ليس لها ما يسندها علميا. لكن برضو مهم من الأشياء اللي آمنة أن الشخص يسويها يعني. طبعا لا يعني ترى عدم وجود شيء يثبت ذلك علميا أنها آمنة. المقصود أنها لا يوجد دليل علمي صل إلى الآن. صحيح. لكن قد فعلا يكون مؤثر، لكن لم يصل إلى حد الإثبات العلمي. طيب دكتور تركي، يعني سؤال أنا كمان مرة يهمني، في ناس يتعاملوا مع القطرة قطرة العين زي المعقم زي المطهر زي اللبان موجودة في الشنطة دائما، كل شويتين مرطب عين، وسواء مستخدم عدسات أو مو مستخدم عدسات تصير الحالة هذه عنده زي الإدمان. يعني إيش رأي حضرتك في هذا الموضوع؟ هل هذه الحركة لها مضاعفات أو ممكن يعني ترجع بصورة عكسية أو سلبية على الشخص؟ استخدام القطرات المرطبة خاصة القطرات اللي ما تحتوي على مواد حافظة، عشان لما نروح للصيدلة الآن وأقول أعطيني قطرات مرطبة يعطيني واحدة من نوعين، يا بيعطيني علبة، يا بعلبة صغيرة كذا فيها 10 ملي،
واستخدمها للترطيب، هذه عادة فيها مواد حافظة، لا استخدمها بوجود عدسات لاصقة، جدا مهم، لازم أرميها بعد شهر من فتحها حتى لو ما استخدمتها. في نوع ثاني اللي هي القطرات اللي تجي على شكل أمبولات، هذه ما فيها مواد حافظة، ممكن تستخدم حتى على العدسة اللاصقة. هذه صلاحيتها فقط 24 ساعة من فتحها، بعد 24 ساعة لابد ترمى. لذلك استخدامها بشكل متكرر كغسيل للعين ما في من مشكلة، لكن إذا حس الشخص أنه بحاجة لها بشكل دائم، يعني إذا ما حطها تأذت عينه، لابد يروح للطبيب يعرف ليش. احتمال ترى مشكلته تكون في الغدد الدمعية عندما ما تشرب بشكل كافي، احتمال يكون عند التهاب في جفن العين، احتمال يكون عنده مشاكل في الملتحمة تحتاج إلى علاج. لكن لو كان يحطها معه فقط احتياطا، لو دخل في عينه تراب أو غبار أو شعر أو واحدة مثلا جالسة تكحل عينها وبالخطأ سوت خدش، ممكن تستخدم قطرات مرطب، هذه ما فيها شيء. طيب بما أنه إحنا بنتكلم في هذا الموضوع، خلينا شوية نصحح مفاهيم خاطئة عند الناس، يعني ويمكن تصحيح أشياء ويمكن بالعكس نستفيد منها، يعني نثبتها معاك أنها حقيقية. في بعض الناس دكتور يستخدموا العسل في العين، الليمون في العين، اللي هي المواد الطبيعية هذه من وقت للثاني، هل هذا شيء صح أو خطأ؟ مثلا كمادات الشاي. أيوة طبعا هنا الشاي يختلف، الشاي عادة ما يدخل في العين، يكون ينحط على الجفن. لكن بالنسبة للعسل، العسل الحقيقة جتنا حالات كثيرة في الطوارئ لناس وضعوا العسل الصافي داخل العين. العسل مادة إذا وضعت داخل العين تسبب ألم شديد وتهيج للملتحمة، وأحيانا إصابات وأضرار بالغة للقرنية. يعني فهم الناس للتعالج والتداوي بالعسل ليس فهما صحيحا. لذلك يجب أن العسل ما يستخدم إطلاقا ولا يوضع داخل على سطح العين. بالنسبة لأكياس الشاي، الشاي طبعا توجد فيه مادة تساعد على قبض الأوعية الدموية، ويستخدمونها كثيرين خاصة خارج المملكة في دول الأسيوية ودول شبه القارة الهندية، حتى يخففون الانتفاخات والهالات السوداء حول العين. وهذا إلى حد ما له أساس علمي، يعني يوضع كيس الشاي البارد أو كيس الشاي الساخن على عين مغمضة، الهدف منها تخفيف احتقان الجفون والتنفخ. هذا له نوعا ما، يعني بعض الدراسات العلمية، بسبب وجود مادة داخل الشاي تسبب انقباض في الأوعية الدموية. لكني أنا ما أنصح فيه الحقيقة، ولا أقول مرضى يسوونه. جميل. طيب حلو أنه يكون يعني في الأخير حوارك مع طبيبك، ونرجع لهذه النقطة بعد تصحيح شوية من المعلومات الكثير متداولة، كلمة الجزر يقوي النظر، هل هذه حقيقة أو يعني؟ هذه نصف الحقيقة. الحقيقة أن الجزر توجد فيه مادة اسمها الكاروتين. الجزر لونه برتقالي أو يميل إلى البرتقالي بسبب وجود هذه المادة. هذه المادة عنصر أساسي في تكوين المادة الكيميائية الخاصة بالألوان داخل الشبكية. لكن كمية بسيطة من الجزر أو حتى من الكاروتين في مواد أخرى تكفي، لكن الإكثار من تناول الجزر لا يعني محافظة على الإبصار، لا يعني إبصار سليم، لا يعني وقاية من الأمراض. لذلك فهي نقدر نقول مواد معززة مثلا، يعني نوعا ما، لكن الإكثار منها ليس لها علاقة أبدا بتحسين الإبصار. يعني شخص عنده مشكلة في الإبصار، الجزر ما يحلها. جميل. ولو وأحد عنده مشكلة مثلا في الألوان لها علاقة بالوراثة، الإكثار من الجزر لا يمنعها ولا يحلها إذا صارت. بعض وليس كل المكملات، بعضها تباع على أساس أنه هي بتساعد على نظر أقوى أو تقوية النظر أو تحسينه. صحيح. هل فعلا في مكملات غذائية تحسن النظر؟ نعم. في مرض واحد فقط أثبت علميا أن المكملات الغذائية الخاصة بالبصر مفيدة لمنع تدهور الإبصار، وهذا يسمونه ضمور مركز الإبصار، وهو مرض يصيب مركز الإبصار في الشبكية، عادة يجي بعد سن 60 تقريبا، وله علاقة بالوراثة، لا علاقة بطبيعة الأكل، لا علاقة بارتفاع ضغط الدم.
وجد أن بعض المكملات الغذائية التي تحتوي على الزنك وتحتوي على السيلينيوم وتحتوي على بعض الفيتامين زي فيتامين A وفيتامين E وأيضا الكاروتين الموجود في الجزر أثبتت أنها تمنع تدهور حالة الإبصار عند هؤلاء المرضى. أنا أتحدث عن حالة واحدة فقط يعني أنها فقط مرض واحد. أما مجرد تناول مكملات الغذاء للمحافظة على البصر، أنت إذا أكلت غذاء متوازن لا تحتاج إلى مكملات غذائية إطلاق. صحيح. أي. صحيح، نقطة جدا مهمة. طب خليني أقول لكم عن مستشفيات دلة قبل ما نطلع فاصلنا. مستشفيات دلة بتنتشر، مستشفيات دلة الصحية 6 في مناطق متعددة في المملكة، بما في ذلك مستشفى دلة النخيل ودلة نمار الرائدان في الرياض. بتوفر مستشفيات دلة الصحية أكثر من 900 سرير ما شاء الله و500 عيادة خارجية. بتقدم دلة الصحية خدماتها عبر مجموعة واسعة من التخصصات والتخصصات الدقيقة، بما في ذلك أمراض القلب وجراحة العظام وطب الأطفال واختصاص الأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي وغيرها الكثير من التخصصات. مستشفيات دلة ملتقى الخبرات، ضروري جدا أنه طبيبك يكون شخص ثقة ومعلومات جدا كثير، ويكون عارف حالتك الصحية وعارف إيش يفيدك، عارف إيش استخدامك، ولي اطلاع جدا كبير حتى على بيئتك ومجتمعك وحياتك اليومية. يعني ضروري تقول ليش أقول لدكتور العيون إيش طبيعة شغلي؟ بالعكس، طبيب العيون من أكثر الناس اللي لازم يعرف طبيعة شغلكم. هنعرف بعد الفاصل ليش وإيش العلاقة. خليكم على السماء. مكملين مع ضيفنا اليوم دكتور تركي التركي، استشاري طب وجراحة العيون، بنتكلم عن كثير من المعلومات الخاطئة ومشاكل العيون اللي ممكن على فكرة نكون إحنا يعني الأرجح إحنا السبب فيها بسبب يعني إهمال أو حاجة كده، يمكن أشياء مو مقصودة. ليش وظيفة الشخص مهمة؟ يعني أنا يمكن رحت لأكثر من طبيب عيون وكان جدا مهم إنه يسألني يقول لي إيش طبيعة وظيفتك وإيش يعني كيف بتقضي يومك. ليش هذا السؤال دكتور؟ طبعا له علاقة مرة مباشرة بأمراض العيون. الناس اللي يعملون في، خلينا نبدأ نقول لك، الناس اللي يعملون في الخارج، يعمل في جو مفتوح، الشمس، المهندسين، البنائين، الناس اللي يعملون في الأجواء المفتوحة، هذول أكثر تعرضا لأشعة الشمس، للغبار، لتقلبات المناخية. بعض أمراض العيون عندهم منتشرة أكثر من غيرهم، أو لا تتكون عندهم المويه البيضاء أسرع من غيرهم، تحدث عندهم وفرة العين أو يسمونها اللحمية بشكل أكبر، هذول أكثر عرضة لالتهابات الجفون وما يليها من جفاف وحرقان وضعف في الإبصار. الناس اللي يعملون داخل مكاتب وفي أماكن مغلقة، هذول أكثر عرضة لمشاكل لها علاقة بالجفاف. التكييف المركزي أو التكييف السبلت، وحدات السبلت المركزي اللي موجودة في المكاتب، ترى هذه الوحدات تسوي شيء كأنه نغفل عنه، تسحب الهواء الرطب وتعطينا هواء بارد لكن خالي تماما من الرطوبة، فبالتالي تكون العين أكثر عرضة للجفاف وأكثر عرضة لقصر النظر بحكم أنه موجودين في غرف مغلقة، أربع جدران، شاشات في كل مكان، العين ما تقدر تأخذ راحتها وتطالع شيء بعيد، فبالتالي ترتاح وترتخي العضلات فيها. الأمر الآخر، بعض الناس يعمل في بيئة مليئة بالأبخرة والأدخنة، يعني واحد لما يقول لي أنا أشتغل في مقهى معناته هذا يتعرض للدخان، للشيشة، لبخار الطبخ، لأشياء كثيرة قد تكون أسباب لأمراض جاي يعاني منها. فمكان عمل الشخص يستطيع أنه يحدد إلى حد ما وش المشاكل اللي ممكن تحصل له في عينه. يعني خلينا نقول أنه كثير بالعكس مؤثر، وكثير المفروض تكون في ناس يمكن ما بيعملوا في البيت لكن بيتعرضوا كثير بالمرة للجوال وزي ما قلنا للتلفزيون. طبعا طبيبك لازم يكون عنده فكرة كيف بتقضي يومك، عشان ممكن تكون حتى طرق العلاج أو طرق الوقاية والحماية تكون أقل حتى من اللي أنت متخيله. سمعنا كثير دكتور عن المياه البيضاء، وبإذن الله حيكون الماء الموية البيضاء حيكون لها حلقة بإذن الله كاملة، لكن نسمع مصطلح اسمه المياه السوداء، هذا حقيقي ده المصطلح موجود؟ ولو كان فيه إيش هو دكتور؟ هو طبعا مصطلح المياه السوداء غير موجودة طبيا، لكن هي وصف عامي للموية البيضاء لما تجد فترة طويلة داخل العين ما تعالج،
هم طبعا اساس يخوفون الشخص، يقولون له مويه اللي عندك المويه البيضاء راح تتحول الى مويه سوداء، فيبدا يخاف يروح للطبيب مباشره. خاصه كبار السن يمتنعون عن اجراء العمليات لانه يخاف منها. الحقيقه ان المويه البيضاء يا اخت نهى ليست مرض. الماء الابيض زي الشيب في الراس، كل الناس يجيهم مويه بيضاء، بعضهم يجي في سن مبكر، بعضهم يجي في سن متاخر. الطبيب يحدد لك مدى خطورة ذلك على الإبصار. أنا عندي ناس لأنها يراجعوني في المستشفى الجامعي، أنا في مستشفى الملك عبدالله الجامعي في جامعة الأميرة نورة، يراجعون من 3 و4 سنوات على موية البيضة، ولا فكرت حتى أني أنا أقترح عليها إجراء جراحي لأنها ما زالت في البداية. لكن في أنواع من الموية البيضة قد تؤثر على العين، قد ترفع ضغط العين، قد تؤثر على الإبصار في شخص عمله مهم جدا، مثلا هو سواق تاكسي أو سواق حافلة، هذا حريص أنا جدا أنه ما يكون إبصاره مرة كويس لأنه عمله يتعلق بأرواح ناس آخرين. فأنا الخلاصة في الموضوع، الماء الأبيض هو ليس مرضا، هو تغير في لون العدسة اللي يحدد عادة توقيت العملية، هو الطبيب مع المريض في نفس الوقت. يعني ممكن المريض يقول أنا أشوف كويس، فممكن تتأجل العملية إلى سنوات. الإجراء الجراحي لها بسيط جدا، شق جراحي لا يتجاوز 1.8 ملليمتر، يعني بحجم رأس القلم. تنسحب الموية بالشق ويزرع مكان العدسة البيضاء عدسة أخرى صافية يرجع فيها الإبصار كما كان قبل حدوث الماء الأبيض وبشكل كامل. والمريض يحتاج العملية مدتها 10 إلى 15 دقيقة، يطلع المريض للبيت في نفس اليوم بدون مشاكل. حتى كثير من المرضى نحط غطاء بلاستيك فقط على العين، ما نغطي العين حتى بقطن. الأمر سهل ومتيسر والعلاج متوفر ترى في جميع مستشفيات المملكة. دكتور، يعني خلينا برضو نمر، يعني هذا كله يا جماعة زي ما قلت لكم اليوم مرور على أشهر المشاكل، لكن بإذن الله حيكون عندنا حلقات متخصصة مع دكتور تركي بإذن الله في كل موضوع على حدة. خليني أتكلم عن مشكلة، يعني أكبر مشكلة بيواجهوها الناس، أنا ما أبغى، أنا ما أقدر ألبس عدسات، أو ما أبغى ألبس عدسات، وأنا ما أبغى ألبس نظارة، فبيدوروا على كثير من حلول يعني تصحيح النظر. أنا من الناس لما رحت لي طبيب يعني استشاري جراح عيون وقال لي أنه ما حتستفيدي من هذا الإجراء أي شيء، حترجع برضو حتحتاجي نظارتك. صحيح، طبعا تصحيح الإبصار هو المقصود فيه التخلص من عيوب النظر الانكسارية، سواء كان طول نظر، قصر نظر، أو انحراف. الشيء المحدد الرئيسي في مدى ملائمة العملية التخلص من النظارة أو العدسة اللاصقة للشخص من عدمه هي في أمرين رئيسيين: هل لديك سماكة قرنية كافية للعلاج ولا لا؟ الأمر الآخر العمر. أي شخص وصل إلى سن 40 إذا تخلص من نظارة البعيد سيضطر أن يلبس نظارة للقراءة، لذلك هو أصلاً في كل الحالتين ما تخلص من النظارة. لذلك لا يعني أنه الشخص اللي وصل 40 أو 50 أنه العملية ما تصلح، للعملية تصلح، لكنها لن تخلصها من النظارة لأنه سيحتاج إلى نظارة أخرى للقراءة. وتقنيات تصحيح النظر الموجودة لا تصحح النظر البعيد والمتوسط والقريب مع بعض، هي تصحح فقط البعيد. يتخلص الشخص من النظارة لقصر النظر أو لطول النظر، لكنه سيحتاجها للقرب مثل ما يحتاجها أي شخص آخر لم يكن يلبس نظارات قبل سن 40. الأمر الآخر، كثير من المرضى لا يملكون سماكة كافية في القرنية. قرنية العين هي ذلك الجزء في مقدمة العين الشفاف، القبة الشفافة في مقدمة العين اللي نبصر منها الأشياء أمامنا. العلاج كله يكون عليها، نحن بالليزر بكل بساطة ننحت مقاس النظارة على القرنية. إذا كانت القرنية نحيفة بالتالي هي لن تتحمل هذا الإجراء الجراحي، ونقول للمريض معليش الليزر أو الليزك ما يصلح لك، الخيار الآخر هو في خيار جراحي من نوع آخر اللي هو زراعة عدسات داخل العين. وهذا موضوع أيضا آخر وكبير جدا، وفيه نقاش وفيه مضاعفات وفيه فوائد وفي أسئلة وإجابات كثيرة عليه. وهل التقنيات بتختلف من مثلا اختيارها من شخص لآخر دكتور؟ إيش اللي بيحكم؟ نعم
نعم، مثلا انا بعض المرضى يجيني يقول لي دكتور وش، طيب انا الان قلت انها يصلح لك الليزر، طب انا اسوي ليزك ولا اسوي ليزر؟ الان الخيار يعتمد على حاله العين. بعض العيون لا تحتمل علاج الليزك وبعضها لا تتحمل الليزر. الطبيب هنا يختار للمريض التقنيه الافضل له. الحقيقه يختنها التقنيه هذه طلعت في نهايه التسعينات او في منتصف التسعينات الميلاديه، طرأ عليها بعض التطورات لكنها ظلت التقنية هي ذات التقنية منذ أكثر من ما يقارب 25 عاما. لذلك الأسماء التجارية اللي نسمعها الآن الإبيليزك، الفيمتوليزك، الترانزيتي، هذه كلها أسماء للتسويق التجاري، لكن في النهاية الليزر المخصص لتصحيح الإبصار هو ليزر واحد يسمى الأكزمر ليزر، وجميع الأجهزة الموجودة في السوق متقاربة بشكل كبير جدا في الأداء وفي الفعالية. السر في النجاح في نجاح العملية من عدمه هو في قدرة الطبيب على اختيار المريض المناسب للإجراء المناسب. ولا هي كتقنية ليزر هي تقنية متطورة وموجودة في كل المراكز، طبيبك هو من يستطيع أن يحدد لك الأفضل. جميل. دكتور تركي صراحة أبدعت معلومات جدا جميلة وجدا متنوعة وجدا مفيدة في مجال الوقاية والاختيار. نرجع نقول الطبيب الرائع هو اللي يدلك على الطريق. يعني معلش في خلينا نقول إنه في ناس مع يعني أماكن ممكن تكون ميالة للتجارة أكثر، تقدر تسوي بعدين يبلغ المريض مثلا إنه لا حترجع تلبس نظارة، لكن طبيبك الصحي يمكن حيدلك على هذا كله وحيكون في حوار واثنين وثلاثة وعشرة كمان قبل اتخاذ هذا القرار. شكرا دكتور تركي على وجودك معنا اليوم. حياك الله أختي نهى، شكرا لكم جميعا في إذاعة ألي. أبدع دكتور تركي الصراحة، دكتور تركي من مستشفيات دلة. شكرا لك وشكرا لكل اللي سمعوا حلقتنا اليوم، إن شاء الله تكون الفائدة للجميع وألف سلامة على كل أحد والشفاء بإذن الله للجميع. على أمل يجدد لقائي فيكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج تيمبو الساعة 11 الصباح. شكرا عبدالعزيز السحيم معنا من الإخراج، كنت معكم أنا نهى سعدي، فأمان الكريم وانتبهوا لبعض.